مرحبا بكم في قناتنا سامبا اليوكرين، لنعرض لكم حياتنا اليومية وتعلم اللغة الأوكرانية. معكم ماريا وأمها لودميلا. لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر. يقود أبي السيارة، الطريق طويل جدا، أكثر من 6 ساعات. الآن نمر بمحافظة ريفنة، وهنا يستخرج كهرمان. ما زلنا في الطريق، تعبنا للغاية، نشاهد المناظر الطبيعية. أخيرا وصلنا إلى مدينة لبيب. استراحنا قليلا والآن خرجنا للنزهة لنتجول. هنا سياح كثيرون، توجد كثير من المواقع للتصوير، كذلك هنا أحسن خيل هكذا مع العربة. هذا قطار للجولات الاستعراضية. توجد هنا كثير من الأنصاب التذكارية والتماثيل، كذلك تشتهر الويو بموسيقاري الشوارع الكثيرين. أطول مبنى بلدية في أوكرانيا، يبلغ طوله 65 مترا. والآن سندخل الفناء الإيطالي، مثل متحف ومطعم وشرفة المراقبة في نفس الوقت. انظروا إلى هذه الألوان وهذه الإضاءة، المكان جميل للغاية. التقطنا هنا بعض الصور. Thank you.
تنجم القهوة. بشكل عام مدينة لفيف غربية أوكرانيا تعتبر مدينة قهوة وشوكولاتة ومدينة أوروبية ومدينة تتشبث بالثقافة الأوكرانية جدا، والجو في المساء مميز هنا. تجولنا وتعبنا، لذلك دخلنا المطعم لنتناول العشاء. صباح الخير، اليوم يوم جديد في مدينة لفيف بالنسبة لنا، وخرجنا لنتجول في السوق الشعبية. انظروا، كل هذه ملابس أوكرانية تقليدية مطرزة، فساتين، قمصان، مناشف، كل شيء. كذلك دخلنا محل الحلويات. ما شاء الله، هنا كل الحلويات ملونة بطعم مختلف، ونحن تفرجنا عليها وكذلك اشترينا قليلا لأنها بصراحة غالية. هي مطاطية كما تعرفون. وهذا هو مسرح لفيف للأوبرا والباليه، مسرح جميل ويمكن رؤيته على عملة أوكرانية ورقية 20 غريفنة. Thank you.